السلام عليكم متابعي قناة مجلة الأسرار، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنون. علامات يوم القيامة وأشراطها هي التي تسبق وقوع القيامة وتدل على قرب حصولها، وقد اصطلح على تقسيمها إلى صغرى وكبرى، والصغرى في الغالب تتقدم حصول القيامة بمدة طويلة، ومنها ما وقع وانقضى وقد يتكرر وقوعه، ومنها ما ظهر ولا يزال ويتتابع، ومنها ما لم يقع إلى الآن ولكنه سيقع كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وأما علامات القيامة الكبرى فهي أمور عظيمة يدل ظهورها على قرب القيامة وبقاء زمن قصير لوقوع ذلك اليوم العظيم. وعلامات الساعة الصغرى كثيرة، وقد جاءت في أحاديث صحيحة كثيرة، وسنذكرها في سياق واحد دون ذكر أحاديثها لأن المقام لا يتسع، ونحيل من أراد التوسع في هذا الموضوع إلى معرفة أدلة هذه العلامات لكتب موثوقة متخصصة، ومنها القيامة الصغرى للشيخ عمر سليمان الأشقر، وكتاب أشراط الساعة للشيخ يوسف الوابل. فمن أشراط الساعة الصغرى: أولا، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، موته عليه الصلاة والسلام. ثالثا، فتح بيت المقدس. رابعا، طاعون عمواس وهي بلدة في فلسطين. خامسا، استفادة المال والاستغناء عن الصدقة. سادسا، ظهور الفتن، ومن الفتن التي حدثت في أوائل عهد الإسلام مقتل عثمان رضي الله عنه، وموقعة الجمل وصفين، وظهور الخوارج، وموقعة الحرة، وفتنة القول بخلق القرآن في عهد الشيخ الإمام أحمد رحمة الله عليه. سابعا، ظهور مدعي النبوة، ومنهم مسيلمة الكذاب والذي ظهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والأسود العنسي. ثامنا، ظهور نار الحجاز، وقد ظهرت هذه النار في منتصف القرن السابع الهجري في عام 54 و600 للهجرة، وكانت نارا عظيمة، وقد توسع العلماء الذين عاصروا ظهورها من بعدهم في وصفها. قال النووي: خرجت في زماننا نار في المدينة سنة 54 و600، وكانت نارا عظيمة جدا من جنب المدينة الشرقية وراء الحرة، وتواتر العلم بها عند جميع الشام وسائر البلدان، وأخبرني من حضرها من أهل المدينة. تاسعا، ضياع الأمانة، ومن مظاهر تضييع الأمانة إسناد أمور الناس إلى غير أهلها القادرين على تسييرها. عاشرا، قبض العلم وظهور الجهل، ويكون قبض العلم بقبض العلماء كما جاء في الصحيحين. 11، انتشار الزنا. 12، انتشار الربا. 13، ظهور المعازف. 14، كثرة شرب الخمر. 15، تطاول رعاء الشاة في البنيان. 16، ولادة الأمة لربتها كما ثبت ذلك في الصحيحين، وفي معنى هذا الحديث أقوال لأهل العلم، واختار ابن حجر أنه يكثر العقوق في الأولاد فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من الإهانة والسب. 17، كثرة القتل. 18، كثرة الزلازل. 19، ظهور الخسف والمسخ والقذف. 20، ظهور الكاسيات العاريات. 21، صدق رؤيا المؤمن. 22، كثرة شهادة الزور وكتمان شهادة الحق. 23، كثرة النساء وقلة الرجال. 24، رجوع أرض العرب مروجا وأنهارا. 25، انكشاف الفرات عن جبل من ذهب. 26، كلام السباع والجمادات الإنس. 27، كثرة الروم وقتالهم للمسلمين. 28، فتح القسطنطينية. وأما أشراط القيامة الكبرى فهي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة بن أسيد، وهي 10 علامات، ومنها الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وخروج يأجوج ومأجوج، وثلاث خسوفات: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، والدخان، وطلوع الشمس من مغربها، والدابة، والنار التي تسوق الناس إلى محشرهم. وهذه العلامات يكون خروجها متتابعا، فإذا ظهرت أولى هذه العلامة فإن الأخرى على إثرها.
روى مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. وليس هناك نص صحيح صريح في ترتيب هذه العلامات، وإنما يستفاد ترتيب بعضها من جملة نصوص. وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه: هل أشراط الساعة الكبرى تأتي بترتيب؟ فأجاب: أشراط الساعة الكبرى بعضها مرتب ومعلوم، وبعضها غير مرتب ولا يعلم ترتيبه إلا الله. فمما جاء مرتب نزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج والدخان، فإن الدجال يبعث ثم ينزل عيسى بن مريم فيقتله ثم يخرج يأجوج ومأجوج. وقد رتب السفاريني رحمه الله في عقيدته هذه الأشراط، لكن بعض هذا ترتيب تطمئن إليه النفس وبعضها ليس كذلك. والترتيب لا يهمنا، وإنما يهمنا أن للساعة علامات عظيمة إذا وقعت فإن الساعة تكون قد قربت. وقد جعل الله للساعة أشراطا لأنها حدث هام يحتاج الناس إلى تنبيههم لقرب حدوثه. تجدون مصادر هذه الحلقة في أسفل الفيديو بالوصف، وهنالك أيضا روابط لموقعنا الإلكتروني لكي تستفيدوا أكثر. نشكركم على المشاهدة وندعوكم للاشتراك في القناة. وإن نال الفيديو إعجابكم واستفدتم حقا، لا تنسوا مشاركته مع الذين تحبونهم من أصدقائكم وأفراد عائلتكم. كما لا تنسوا تقييم الفيديو بالضغط على زر الإعجاب، ولا تنسونا بصالح دعائكم في تعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله. قناتكم مجلة الأسرار. يرسل لك هذا المقطع ترى يحب لك الخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال الصلاة، وأوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى في آخر حياته. الله يجعلنا وياكم مصلين. يلا الله يا شباب الصلاة.